من امريكا او من لوس انجلوس ساعه حفله البتاكه في لوس انجلوس الجولدن جلوب دي، معايا السيد توفيق طعمه الباحث في الشؤون الامريكيه. سيد توفيق مساء الخير. مساء الخير، اهلا وسهلا بكم سيدنا، حياكم الله. حياك الله سيد توفيق. ما هي حدود العلاقه في قرار الحرب بين ترامب والكونغرس؟ يعني يعني المتابع للسياسة الأمريكية يدرك تماما أن هناك انقسام واضح بين الإدارة الأمريكية والكونغرس الأمريكي، خاصة بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي. طبعا هذه خاصة طبعا بموضوع قتل قاسم سلماني، وهذا فتح المجال على عدة مواضيع في أمريكا وعلى السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، وخاصة فيما يتعلق في الجيش الأمريكي والجنود الأمريكيين المتواجدين في أماكن متعددة في الشرق الأوسط ومناطق أخرى. هناك طبعا أصوات عدة في الحزب الديمقراطي الذي يطالب الرئيس كما تفضلت قبل لحظات عندما سمعت لك، أن يطالب الرئيس الأمريكي بموافقة الكونغرس على أي إجراء سيتخذه في المستقبل ضد إيران أو ضد أي دولة تشكل خطرا على أمريكا أو على المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط. يعني الوضع الأمريكي الآن في انقسام حاد، يعني انقسام غير طبيعي. يعني الرئيس والمتابع لسياسة الرئيس دونالد ترامب يعرف أن ترامب رئيس متهور ويكذب في كثير من الأحيان. هو عند في خلال من خلال حملته الانتخابية وعد الشعب الأمريكي بعدم التدخل في عدم يعني إرسال جنود إلى المنطقة للحروب، ووعد في عودة الجنود الأمريكان الموجودين في أفغانستان وفي العراق وفي أماكن أخرى للعودة إلى أمريكا. الذي حدث هو طبعا يعني صحيح أنه انسحب بعض القوات الأمريكية من سوريا شمال سوريا، طيب، أو أعادت تموضعها، إلا أن هذا لم يكن يعني هذا الشيء هو ده اللي وعد به. لكن سيد توفيق خليني أسألك سؤال. هنا الخبر بيقول أنه مجلس النواب الأمريكي بيستعد للتصويت على مشروع قرار يحد من سلطات ترامب، ومجلس النواب الأمريكي معروف أنه هو الأغلبية فيه تقريبا للديمقراطيين. إلى أي مدى ممكن أن ينجح مشروع هذا القرار يا فندم؟ وهل بيدعي أنه هيروح للغرفة الثانية في الكونغرس الأمريكي اللي بيسيطر عليها الجمهوريين؟ نعم بالتأكيد أخي محمد، يعني الحزب في مجلس النواب، الحزب الجمهوري هو الحزب الديمقراطي هو المسيطر، وهو الذي يعني يحصل على جميع القرارات. لكن هناك في مجلس الشيوخ، مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري، حزب الرئيس. أيوه. فأي قرار إذا أراد أن يمر يجب أن يمر من خلال مجلس الشيوخ أيضا. يبقى إذن القرار مش هينجح يعني؟ طبعا بالتأكيد مش هينجح، لأنه الرئيس بيده يعني الأغلبية في الحزب في مجلس الشيوخ. فأي قرار، حتى في قرار عزل الرئيس، يعني حتى يعني إذا ممكن نتحدث عنه مؤخرا، يعني في هناك يعني حتى في عزل الرئيس، أعتقد أنه لن يتم عزل الرئيس لأنه بحاجة إلى الثلثين تصويت. طيب. في مجلس الشيوخ، وهذا لن يحدث. طيب وهذا أرجع لمشروع القرار ده يا فندم، أرجع لمشروع القرار ده يا فندم. إذا نعم. إذا سيقف الجمهوريين ضد مشروع قرار يحد من سلطات رئيس ترامب، لكن هل ده يعني أن الحزب الجمهوري اللي هو حزب ترامب، هل ده يعني انه مع التصعيد ضد ايران والوصول الى عمل عسكري او عمليات عسكرية او ان كان الشكل العسكري يعني صدام مع ايران؟ يعني شوف اخي محمد، يعني بالحزب الجمهوري هو يعني بتاريخ الحزب الجمهوري دائما هم يشنون الحروب
على الدول الأخرى. في حزب، في خاصة إذا ترجع للماضي في أيام جورج بوش الإبن وقبله رونالد ريغان وعدة رؤساء، هم الذين دائما الحزب الجمهوري الذي دائما يشن الحروب في الخارج عكس الحزب الديمقراطي في معظم الأحيان. يعني حتى قرار مجلس الشيوخ في من حد صلاحياته للرئيس ترامب، أعتقد هذا لن يحدث. أعتقد أن هذا من الصعب جدا، لأنه الرئيس بعض الحين يعني يتصرف حتى من دون العودة إلى المؤسسات، يعني المؤسسة التقليدية، المؤسسات الأمريكية، بغض يعني باستثناء المجلس أو باستثناء وزارة الدفاع أو البنتاغون. أعتقد في حتى في مجلس أو في الحزب الجمهوري الواحد هناك الكثير من أعضاء الحزب الجمهوري الذين هم موافقون على ضرب إيران وموافقون على سياسة ترامب في خاصة فيما يتعلق في السياسة الخارجية. إذن الحزب الجمهوري هو حزب مشعر الحرائق يعني؟ بالتأكيد. طبعا بالتأكيد. الحزب الجمهوري نعم. طيب أنا بقى سؤالي في المنطقة دي يا فندم، سؤالي هنا، تعودنا من ترامب على أنه يطلع طلعة ثم يعود في كلامه سريعا، حدث هذا مع كوريا الشمالية في تصريحات، وحدث هذا أيضا مع الصين في بعض التصريحات، وأيضا مع إيران كان قال كلام وتراجع عنه يعني السنة اللي فاتت في 2019. إلى أي درجة يمكن أن يقدم ترامب على عمل عسكري مع إيران، أو إلى أي درجة ممكن يصدق هذه المرة ولا يعود في كلامه مرة أخرى كما فعل مع كوريا ومع إيران قبل كده؟ يعني صحيح كل ما تفضلت فيه هو كان صحيح. نعم، هو يكذب، هو يتراجع، هو يهدد وبعدها يتراجع. إلا أن أعتقد أن الوضع الآن في الشرق الأوسط وما تتعلق ما تتعرض له العلاقة بين إيران وأمريكا، أعتقد أن الشيء هذا جدي. وأعتقد أن إذا إيران حاولت الرد، أنا أقول إذا حاولت الرد على قواعد أمريكية أو على بارجات أمريكية التي تبعد عشرات الكيلومترات عن شواطئ إيران أو عن في المياه الإقليمية أو قريبة من إيران، أعتقد أن ذلك لن يسكت الرئيس على هذا الموضوع. طبعا لعدة أسباب. أولا في أسباب، في شهر نوفمبر هذا العام هناك انتخابات، والرئيس لا يريد أن يلطخ سمعته بأن إيران ضربت مصالح أمريكية ولم ترد. هذا سيزعزع الناخب الأمريكي في المستقبل، ولم يصوت ولا أعتقد أنه سيحصل على التصويت من الشعب الأمريكي. فيريد أن يعزز قوته ومكانته بين الشعب الأمريكي، فعليه سوف يرد. إن لم يرد ستكون له يعني ستطور ستكون هناك مشكلة له في المجتمع الأمريكي، وفي خاصة من الذين يدعمون الرئيس الأمريكي في الانتخابات. الشيء الآخر أن هنا الرئيس يتعرض إلى محاكمة برلمانية ويمكن عزله. أنا أعتقد يمكن إذا كان هناك طبعا إذا حصل على الضعفاء على حصل على الثلثين الأصوات في مجلس الشيوخ قد يكون، وهذا أعتقد هذا مستبعد جدا، وفرص يعني عزل الرئيس مستبعدة جدا. وأعتقد أن الرئيس يريد أيضا أريد أن يصرف الـ يعني الحالي الأمريكية، يصرف الأنظار عن ما يتعرض له في الكونغرس في الوعاء. فاختلق أسباب أخرى في إيران لإمكانية حروب يعني في إشعال حروب في منطقة الشرق الأوسط. أشكرك جدا السيد توفيق طعمة، الباحث في الشؤون الأمريكية من لوس أنجلوس. بشكر حضرتك جدا.